أهلا بكم في ترند السودان، أنا محمد رمضان. والبداية بالعناوين. حمدوك يهنئ الشعب بعيد عيد الاستقلال، فكيف رد النشطاء في فيسبوك وتويتر؟ وإزالة الجراي ومحاكمة الجراي تحتل صدارة الهاشتاجات في السودان. وهل تحقق حلم سودان جديد في العام الجديد؟ كل هذا وأكثر سوف نتابعه في هذه الحلقة، فأهلا بكم معنا. يصادف الأول من يناير كل عام عيد الاستقلال في السودان. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك استغل هذه المناسبة وقام بالتغريد عبر تويتر وأيضا النشر عبر فيسبوك مهنئا المواطنين. نقرأ لكم ماذا كتب وردود الناس عليه في كلتا المنصتين. كان الأول من يناير 1956 هو اليوم الذي ارتفع فيه علمنا الوطني إذانا بدخول مرحلة الدولة الوطنية والانعتاق من الاحتلال، وقد ظللنا منذ ذلك الحين نبحث عن إجابات لنفس الأسئلة المعنية بكيفية إدارة الدولة والموارد والتعايش بسلام وتطور. كل عام وأنتم بخير، هاشتاج استقلال السودان 65 وهاشتاج أيضا عهد جديد. نبدأ سويا بقراءة تعليقات ناس على منصة تويتر، ومنها أحمد علق: السيد الرئيس، السنة دي حتكون القشة التي ستقسم ظهر بعيركم، كل العوائق زالت من تحقيق شبه كامل للسلام وقوائم حظر وإرهاب ورفع شبه كلي للدعم، نتوقع منكم نتائج ملموسة هذه السنة. وعلق مشعل محمد: الترحم لا يعيد الموتى، اعمل على ما ماتوا عليه، للآن لم تتحركوا ساكنين هناك أحياء من الشعب، أموات الحقهم قبل يموتوا. وعلق كاسبر: كلام كلام كلام، لا بلا بلا، ضيقتوها على الناس زيادة 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 زيادة، 5 مرات قالها، حسبي الله ونعم الوكيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رعيتك بتموت بزيادتكم دي ولسه الناس بتطبل ليكم ومتأملين فيكم، ما عارف ليه كل يوم يشهد الفشل. وعلى ذات المنشور علق الناس على فيسبوك على النحو التالي: أم عموني وتوتا كتبت: والله نحن لا بخير ولا حاجة، إذا كان بديت لنا السنة بزيادة الكهرباء الله يستر من البعد، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما هناء هناء فردت: واستقلالنا منكم 200. وعلق سعد ياسين برنس: حمدوك شخصك أثبتت الأيام ضعفك وبعدك من الناس والشفافية والوضوح والمكاشفة، فقد كثير من كانوا بالأمس يقولوا شكرا حمدوك. وكتب منصور الطيب: لا نبحث عن إجابات لأسئلة، بل نبحث عن رجال يعرفون قيمة الوطن والمواطن. وعلق عمير أحمد: أنت عملت لنا شنو عشان تحتفل؟ وكتب ود الشريف قادم: ألا تستحي؟ أنت تتحدث عن الاستقلال؟ أنت مش مشيت طلبت قوات أممية عشان تعيد احتلال البلاد من جديد؟ والليلة جاي تتحدث عن الاستقلال؟ يا أخ أنت دا زول غريب ومتناقض، وشخصيتك ذاتها ما شخصية رئيس، شخصية مهزوزة، اخجل بالله، دع الشرفاء ليتحدثوا عن هذه المناسبة. احتل هاشتاغا إزالة الجراي ومحاكمة الجراي صدارة الوسوم النشطة في السودان. وتداول نشطاء مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال يوجهون رسالة إلى الجراي من أحد المساجد، نتابعها سويا. دين بنات رجال ما يا الله على الموت في سبيل الله.
أين كان الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل خلال 30 سنة؟ جملة رددها البعض بعد انتقادات الشيخ للقراي والمناهج، فكان أقوى رد على هذا التشكيك هذا الفيديو المتداول والذي يعود إلى عام 2017 عندما حذفت الحكومة السابقة درس الإسلام دين التوحيد من منهج التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي. لنتابع سويا. وإلى النائب الأول وإلى نائب الرئيس وإلى المسؤولين، لا تحذفوا لا إله إلا الله، 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 لا تلغوا لا إله إلا الله، لا تحذفوا 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 لا إله إلا الله. طبعا هذا الانتقاد وجه للشيخ بعد هذه الخطبة الغاضبة واسعة الانتشار على منصات التواصل. لنتابع سويا مقتطفا منها. والغلاف هذه الصورة، وليته اكتفى بها مرة في صفحة 40 ثم أعادها 45 وكتب لوحة خلق آدم لمايكل أنجلو وعرضها في المؤتمر الصحفي، وكالة السونة، الوكالة الرسمية للأنباء السودان، الوكالة القومية، تستضيف من يدافع عن الكفر والإلحاد ويبرر لتصوير الذات الإلهي الله 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 الله. وحول ذات الموضوع نشر ابن ماجه شلبي: نهضة الفن الإيطالي لا تصلح لإنسان القرن 21، لسيما لوحة رسمت عام 1508، انتو ناس رجعيين. ونشر أبو محمد هذا الفيديو وكتب: علموا أولادكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء، فبالقرآن يتعلم النطق باللسان والبيان والتعبير والحوار وحسن الكلام والاحترام واللباقة والطلاقة، القرآن للطفل حياة وعبادة وسعادة. إذن لنتابع سويا هذا الفيديو. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. أما هذا الناشط فسخر من القراي من خلال تقليده بطريقة ساخرة. لنتابع كيف قلد القراي. أنا طبعا رب المناهج في البلدي، أنا رب المناهج في البلدي، عشان كده جابوني مخصوص عشان أغير مناهجكم ومناهج أولادكم ودينكم ودين أولادكم ودين أي دور في البلدي. أنا هغير من خلال العملية التعليمية والعملية التربوية ومسألة وقت هندخل لكم المناهج الجمهوري كله. عم بكرة مسألة وقت، بس أصبروا علينا شوية، هندخل لكم المنهج الجمهوري كله والله بالرسالة الثانية، هنحشر لكم بالرابعة ووط كده لغاية الرسالة العاشرة. أيوة، لأنه الإسلام بتاع القرن السابع بتاع محمد ما نصل
صح للقرن العشرين. نحن عشان كده نحن ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا بعد محمد، يعني رسالة بعد محمد لأن محمد زمان يكون صحابة. الرسالة بتاعت الأستاذ محمود محمد طاهر رسالة تقدمية، رسالة علمانية، رسالة علمانية عرفانية، حاجة كبيرة جدا جدا. عشان كده حنقلل حفظ القرآن المدني اللي بيفرخ لنا دواعش وإرهابيين ومتطرفين، وحنكثر من القرآن المكي، القرآن الكيوت، القرآن الإنساني، القرآن اللي بيدعو للحقوق، المواطنة، المساواة والحاجات الحلوة بشكل ده. حنقلل حفظ القرآن الكريم، أيوه ما في حاجة الشافعي ما يقعد يحفظ كلام كثير ساكت، وحندخل حصص بتاعت موسيقى وطراب وفنون عشان طال يطلع كيوت. يعني حنعلم الطفل مثلا من صغير عشان جبلية دي مهالة وكده، أيوه. حندخل لهم طاسو برضو، يجيب طاسو طاسو مهالة، وحنعلمهم زانفير ويسمعوا باخ ويسمعوا بيتهوفن. المهم الطالب السوداني بعد ما يطلع من الثمانية سنة بتاعتنا دي حيكون سمبتيك، لا لام جمهوري، لا لام صوفي، سلفي، لا شيوعي، لا علماني، لا أي حاجة. يمشي كده الله في بلد الله، انتوا دايرين بالمناهج شنو؟ ما تخلونا نشتغل شغلنا عشان البلد دي تمشي لقدام، انتوا خلونا نشتغل شغلنا. يعني احنا ما حنخرب لكم دينكم من البداية، لكن حبة حبة تصبروا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ناسونا. وبعد أن أثارت صورة للوحة مايكل أنجلو أثارت الجدل الكبير في السودان من خلال وجودها في المنهج الدراسي الجديد المزمع طرحه قريبا لهم، تداول النشطاء هذه الصورة التي تظهر محمود محمد طه والقراي، كما نتابع هذه الصورة الساخرة من القراي الذي دافع كثيرا عن وجود هذه الصورة ودافع عن المنهاج الجديد الذي أثار الكثير من الجدل حوله. ونشر الطيب هذه الصورة لمحمود محمد طه وكتب عليها أحد اقتباساته التي قال فيها: سيأتي نموذج الإنسان الذي يهزم تجربة الموت ويمشي إلى الله مشيا. وعلق عليها: إن شاء الله سوف أقوم بحذف تلفزيون السودان من قائمة القنوات بتلفزيون الخاص حتى لا يدخل مثل هذا العبث بيتي. انتهى عام 2020 بحلوه ومره على السودان، وما أكثر المر في بلد استبشر خيرا بعدما قام بثورته ليصطدم بتبدل الحال من سيء إلى أسوأ. هذا الفيديو المتداول أبلغ تعبير. شوفوا العيشة كعانين يا جماعة، شوفوا العيشة، شوفوا العيشة، لقموا على الطاقون يا جماعة كعانين، شوفوا يا جماعة، جوعتونا جوعتونا يا صلح الناس، جوعتونا يا حمدوك، جوعتنا وعزبتنا وطلعت زادنا، احتجنا دمك يا حمدوك، أرجع لسيادك الحواجات الجابوك يا حمدوك، أرجع يا حواجات، أرجع يا حمدوك، جوعتنا بإيش يا حمدوك؟ جيش وقف راسوف، الله يسأل الجيش وقف راسوف، دايما نجيب بتاع الغيب، بتاع التخطيط، بتاع التخطيط الاقتصادي يا حمدوك، كما يزعمون يا حمدوك، عزبتنا وجوعتنا يا حمدوك. الإعلامي أبو بكر الزاكي نشر على حسابه في فيسبوك أبرز الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم، وكتب: أبرز أحداث 2020 ميلادي، وباء كورونا، فيضانات السودان، رحيل الإمام الصادق رحمه الله، رحيل الشيخ نورين رحمه الله، تحقيق السلام، أزمات خانقة وأسعار طاحنة، كثرة الوفيات وتزايد أعدادها، تحرير سعر الوقود بالكامل، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واسترداد الأراضي السودانية المحتلة. كانت هذه أبرز الأحداث من وجهة نظر الزاكي في منشوره عبر فيسبوك. ونشر الدكتور محمد مدثر الحاج مقولة للراحل الساخر جلال عامر حين قال: أعطوا الفرصة للحكومة ولو عاما آخر حتى يستطيع الشعب من بيع ملابسه، أو هو يفترض حتى يستطيع الشعب بيع ملابسه. كيف كانت ليلة العام الجديد في السودان؟ مشاهد مزعجة كما نتابع في الشاشة لعمليات تكسير وتخريب في العاصمة الخرطوم، طبعا أحداث مؤسفة جدا وبعيدة كل البعد عن ثقافة وأخلاق السودانيين. هذا وروى أحد المتضررين من خلال هذا الفيديو، روى ما حدث معه خلال هذه الليلة لنتابع. مشكلة، احتفل زي ما داير، احتفل احتفل إن شاء الله تهرب، لكن كونك تحتفل وتكسر للناس عين، ده قزاز العربية
كون الليلة إنك تجيني. أنا مسلح، أنا ما بنقول إني مسلح. الليلة زول يفتح علي باب عربيتي ويكشحني في الموية وداري يجيبني وشيل أيا كان ده، أنا ما عارفه داري شيء شنو. طوال أنا مضطر أتصرف معه، وصرفت ضربت طلقتين في الجو. بعد ذاك أنا استفزيته ومستفزيته، أنت ما من حقك تفتح علي عربيتي، ده حاجة بتخصني أنا. وأنا عارف هسه حيجيني واحد راسه مربع وقال لي أنت أنت مارق ليه؟ وأنت ضارب زخير رصاص ليه؟ أنت الليلة من زول اعتدى عليك حدافع بشين حقول لي أنت مالك؟ فالموضوع بقى بعد تاني بقى خراب، ما معروف حقدي بقى شنو. فزي ما شايفين ده احتفالات راس السنة 2020 عين له عين 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 ده احتفال 2020. نشر مايك بومبيو على حسابه أنه قام بإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، ليأتي هذا التعليق خفيف الظل من عبد الناصر عثمان فكتب: ده آخر شطب يا الفاضل ولا في حاجة تانية؟ يا أخي نحن لينا سنة بتشطبوا فينا. وتوالت الردود الطريفة على هذه الصورة، وعلق أيمن كفاح: دي شطبة بائنة بينونة كبرى ولا رجعية؟ وكتب الفكي كشيب: شطب بالتقسيط المريح. أما محمد فاروق نقد الله فعلق: ها 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 كل سنة وانتو مشطوبين وشطبة سعيدة، دي حقيقة الشطبة. وكما نتابع في الصورة سويا المرفقة في رده، كان بومبيو فقط يستعرض إنجازاته وموضوع الشطب تم بالفعل في 8 ديسمبر. هناك من يؤمن بقدراته رغم عجزه، وهناك من يؤمن بعجزه رغم قدراته. لنتابع هذا المقطع المتداول سويا. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. انتقل الشيخ نورين إلى رحمة الله كما نعلم جميعا بحادث السير الأليم الذي أودى بحياته، لكن أثره الطيب لا يزال حيا بين جيش من المقرئين وحفظة كتاب الله تعالى في السودان. تلاوة جميلة جدا نتابعها سويا مع الشيخ عبد الرحيم محمد علي، وهو من طلاب مجمع الكويتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد.
لماذا فصلت المذيعة هالة محمد عثمان من التلفزيون القومي؟ لنتابع بلسانها ماذا قالت. فوجئت كما فوجئ غيري يعني بالفصل أو بقرار الفصل، وأنا حقيقة التحقت بالتلفزيون عبر لجنة الاختيار، كنت خريجة العام 1995 وقدمت عبر لجنة الاختيار وتم اختياري في هذه الوظيفة ومدخل خدمة، يعني درجت من الدرجة التاسعة لغاية ما وصلت إلى الدرجة الرابعة، وحقيقة يعني في تأثير طبعا كبير جدا، لكن أعتقد إنه أنا قضيتي الخاصة إنه أنا كان عندي حديث حول الحجاب، لأنه كان في كلام عن حكومة طالبان أو اتهام مباشر عن واحد من الأعضاء عن إنه تلفزيون السودان ما زال المصهر العام للمذيعات هو لبس الحجاب أو ارتداء الحجاب، وأنا نهضت هذا القرار مناهضة كبيرة، وما زلت أنا مصرة على رأيي إنه أنا أناهض هذا القرار، لأنه حرية شخصية إنه أنا أرتدي الحجاب، أنا أريد أن أرتدي الحجاب. في كل القنوات العالمية ترتدي النساء الحجاب، الصحفيات، الإعلاميات، أسماء كبيرة جدا حتى في قناة الجزيرة يعني، وبالتالي أنا ما زلت واصل قضيتي حتى لو وكان يعني لآخر يوم، أنا لن أترك الحجاب ولن يعني حتى لو يجتمع على أي شيء يعني، فإذا كانت هي القضية قضية الحجاب، أما إذا كانت قضايا أخرى فمرحبا بها أيضا يعني. والآن ننتقل إلى فقرة صور الأسبوع. ومن فقرة صور الأسبوع ننتقل الآن إلى فقرة الكاريكاتير. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وأنتم أيضا مشاهدين يمكنكم المشاركة في إعداد حلقات هذا البرنامج من خلال إرسال صور أو مقاطع فيديو من تصويركم أو منشورات وتغريدات لكم عبر عناوين قناة طيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.